أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة المختصة بأدب الطفل والناشطة الاجتماعية الأردنية فداء الزمر. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. فارس الزمان. بك يا فارس الزمان استهانوا، وأبانوا من حقدهم ما أبانوا، مفسدون وأفسدوا كل شيء، فشكى منهم الثرى والمكان. قد أقاموا على الخبائث حتى لفظتهم من خبثهم بلدان، منذ كانوا وهم معاول هدم وخراب، فليتهم ما كانوا. وابتلينا بهم بلاء عظيما وأجرناهم فكان الهوان. حسبوا أن صبرنا كان عجزا، ورأوا أن صمتنا إذعان، فأساءوا لنا بكل سبيل، فترانا في كل يوم نهان. واستباحوا مساجد الله حتى ضج منهم مؤذن وأذان. أيها السابع المقدس من تشرين، أيها السابع المقدس من تشرين، يا من قد اصطفاك الزمان، كنت يوما تنفس الدهر فيه عطر مجد وفوحه ريحان. يا لتشرين كم شفيت صدورا ملأتها الآلام والأحزان. أنت فخر الأيام من غير ريب، توجتك الأيام والأزمان. يا فلسطين قد أتاك بشير، فاستعدي فقد أتى الطوفان. سوف يمحو الأعداء من كل فج، وتضيق من موجه الشطآن. يا حماة الأقصى عليكم سلام، منكم قد تعلم الشجعان. يا أسود النزال في كل ساح، من بكم ساحة الوغى تزدان. أيها الصاعدون صوب المعالي ولكم في مجالهن اقتران. يا بدور الزمان في عتم ليل، وبكم تفخر الضبا والسنان. شهد الله أنكم خير جند، ضاق عن وصف ما أتوه البيان. إيه يا غزة الفخار أعيدي قصص المجد ما استطاع اللسان. غزة النصر صانك الله دوما، أنت للمجد والعلا عنوان. ليس أرض أعز منك، ولكن نصبت حول أرضك الجدران. يا سليل الأبطال من دار عز، بك تزهو الديار والسكان. بك يا ملهم الليوث وضعنا كل آمالنا، فأنت الأمان. هل نسميك جنة أم ملاكا؟ هل يضاهيك في الورى إنسان؟ جئتهم والصباح يمطر وردا من ضياء السنة، فلما استبانوا وجدوا الأرض حولهم غير أرض، وإذا كل حيهم أكفان. داهمتهم كتائب العز صبحا، وأذلت كيانهم فاستكانوا. ففرحنا بما جنيت صباحا، وهتفنا لكل شيء أوان. إنه الصبر ضامن كل نصر إن تولى قياده الفرسان. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم الكاتبة جنان رزمك، كاتبة أردنية
صدر لي ربع قرن هذا الكتاب الذي مقرون بعمري، وددت أن أجعل هذا اليوم مميز، لذلك أصدرت كتاب ربع قرن. الحياة جميعها عبارة عن رحلة، وهذه الرحلة تخلف الكثير من الحكاية والأشخاص، لذلك كان لابد من ترجمة هذه الحكاية على طيات الورق وتوثيقها، لأنني مؤمنة جدا بأن أصحاب الحق يخلدون حتى وإن فنيت الأجساد، لذلك جاء ربع قرن. وهذا الكتاب يعني لي الكثير. طبعا هذا الكتاب صدر عن دار جفرة ناشرون وموزعون، يحتوي نصوص نثرية من قصص وخواطر ومضات ترنيمات تحاكي عن الواقع من الحكاية وتخلف رسائل سامية. وأنا دائما أهدف بأي كتابة أكتبها سواء كانت خواطر أو قصص أن تخلف وراها رسالة سامية. كتبت بأكثر من طريقة، بأكثر من كتابة لتكون قريبة من كل قارئ أو مستمع. فكتبت بلغة الحب، الندم، الوطن، القضايا الاجتماعية والإنسانية، العائلة، الأصدقاء، ليكون كتاب متنوع شامل عن كل شيء. ورحلة الحياة ما هي إلا وجه آخر للكتابة، وهذا الشغف سيبقى دائما بداخلي، وسأبقى أكتب وسيبقى لساني ناطقا بالحق. فشكرا لكم جميعا، وأتمنى أن تقرأوا كتاب ربع قرن. كاتبة كانت معكم جنان رزمك. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم جميعا. في هذه الحلقة سوف أتناول درويش، ودرويشنا أحد أو شكل في الشعر العربي المعاصر أحد محطات الثقافة. وهنا للأمانة أريد أن أقول شيئا. علي الوردي الكاتب العراقي المعروف قال أن الثقافة العربية والفكر العربي فكر دائري، والفكر الغربي يسير بخط مستقيم. ما معنى هذا الكلام؟ للآن نحن في 2024، إذا صادفتنا أي مشكلة قبل 1000 سنة نعود إلى التاريخ، وهذا نتمنى أن نتجاوز ونتخطى هذه المرحلة الفكرية ليكون تفكيرنا وتاريخنا يسير بخط أفقي مرتفع قليلا وليس بشكل دائري. لا نريد أن نحتكم إلى الماضي فيما يتعلق أيهما حق بالخلافة، ألف أم باء، أم باء أم ألف، هذه قضية شائكة. بس أردت هنا أريد أن أقول شيء لدرويش. يقول في إحدى قصائده الرائعة: ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك. طبعا درويش يتحدث عن الماضي يقول الآن ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك في المستقبل. طبعا هذا الحكي ما نتمنى على الكيان الغاصب اللي هي الدولة، أن المستقبل للشعب الفلسطيني من خلال غياب إسرائيل. وأنا سوف أكتب النص: ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك. لنبدأ. ولي ماض يولد من غيابك، اللي هي مقصود فيها يمكن سواء على الناحية الشخصية
أو على الناحية الأكبر من الشخصية اللي هي الفكر الديني أو الفكر السياسي للكيان الغاصب، لأنه يدعي زورا أن الله قد وهب هذه الأرض المقدسة لبني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى تاجر أراضي أو سمسارا لكي يعطي إسرائيل هذه الأرض أو تلك الأرض. هذا النص، ولماض أراه الآن يولد من غيابك. حتى كلمة الميم ألف هنا ماض، أجت الدليل العمق التاريخي للماضي اللي موجود في تلك المنطقة ابتداء من الكنعانيين والفينيقيين وكل الشعوب التي سكنت تلك البقعة الطاهرة من الأرض. يولد من غيابك، الغياب أنتو غيابك اللي هي قضية الزوال، ويمكن مقصود هي كمان الغياب، لأنه الناس الذين حضروا إلى فلسطين من أوكرانيا ومن بولونيا اللي هي بولندا وارسو، ومن أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، هذا الشتات الذي جاء يجب أن يغيب ويعود إلى من حيث أتى. نتمنى أن نرى هذا الكلام في القريب العاجل، وأن تتحقق تلك الأمنية للوصول إلى هدوء وسلام على الكوكب، لأنني شخصيا أصر وأؤكد أن بذرة الشر من هذا العرق المسمى بالصهيونية أو اليهودية. فأتمنى في يوم من الأيام أن يتم غيابهم أو تحجيمهم لكي ينعم الكوكب بالسلام والأمان الذي نطمح إليه جميعا. أشكركم وإلى اللقاء. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة المختصة بأدب الطفل والناشطة الاجتماعية الأردنية فداء الزمر. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك ست فداء، ضيفة على فضاءات والرافدين. أهلا بك أستاذ محمد. يعني مرة أخرى نلتقي ونحاول أن نخوض في حوار جميل حول نشاطات حقيقة واسعة وكثيرة لك، و يعني لك بصمة في كل مشهد، لا سيما المشهد الطفل. شاركت في عشرات الورش التدريبية للطلبة حول الكتابة الإبداعية. يعني بدي أن نعرف ما هي أبجديات الكتابة التي تعتمدونها التي في تنمية الإبداع لدى الطلبة المتدربين؟ كما ذكرت يعني أقوم بورش عديدة في المدارس الخاصة والحكومية. نعم. وبعض المؤسسات أيضا، يعني نركز أهم شيء على أن هذا الطالب أو هذا المتدرب أن يميز بين الفنون الأدبية، الخاطرة، القصة، المسرحية، المقالة. يعني نجد أن الطلاب يعني أو حتى بشكل عام، نعم، كثير حتى ممن يعني يخوضون مجال الكتابة لا يميزون بين كتابة المقالة والخاطرة والقصة. لذلك يعني نركز على هذا الموضوع بحيث أنه يميز المتدرب بين هذه طبعا الفنون الأدبية، وخاصة القصة بما تتميز به من عناصر وبناء فيصبح يعني على الأقل، لأن الكثير ممن يقدمون لنا الأعمال الأدبية يقولون أن مثلا هذه قصة، نعم، فنجد أنها هي خاطرة أو مقالة. ففحوى يعني عمليات التدريب هي أولا أن يميز عندما يريد أن يكتب قصة، يكتب قصة خاطرة، خاطرة، مقالة، مقالة، وهكذا. هذه أهم المفردات أو الأبجديات. يعني أعمار معينة تستهدفونها عادة؟ يتم يعني التدريب الطلاب المهتمين. نعم. يعني ليس كل الطلاب مهتمين في موضوع الكتابة. يتم مثلا استدعائنا لتدريب الطلاب الأصدقاء المكتبة الموهوبين في مجال الكتابة أو في مجال القراءة، فنقوم بهذه يعني التدريبات
ونبدأ بمثلاً القصة، جميع العناصر مثلاً نعرفهم إياها. أيضاً مثلاً عندما نبدأ في التدريب، يعني كيف تعرف القصة عندما للمتدرب؟ يعني هي حكاية مروية لها مجموعة عناصر. نعم. من مثلاً شخوص، من مقدمة، نهاية، مكان، زمان، في عندنا أيضا أحداث. نعم. في عندنا الحبكة، الذروة، العقدة، الذروة والخاتمة. فهذه القصة يجب أن تحتويها على هذا البناء. التركيز في الورش فقط على الكتابة القصصية؟ عادة يعني يتم استدعائنا لأني أنا أكتب في مجال القصة. نعم. ولست متخصصة في مجال المقالة ولا في القصة والمسرحية عادة. نعم. فيكون تركيزي على الكتابة أو اللون القصة في من الفنون الأدبية. جميل. هناك سلسلة قصصية لحضرتك وهي عسولة صديقة البيئة، تم اختيار هذه السلسلة من قبل السفارة الأسترالية وتم توزيعها على طلبة المرحلة الأساسية في محافظات الأردن ضمن حملة مع جمعية مكافحة التصحر عام 2019. يعني بدي سؤال هان، أنه أثار انتباهي موضوع دخول السفارة الأسترالية بهذا الموضوع. يعني ما الذي دفع السفارة الأسترالية للاهتمام بهذه السلسلة؟ هي طبعا مثل ما ذكرت هي مع جمعية مكافحة التصحر. نعم. وأنا عضو جمعية مكافحة التصحر بالاهتمام بموضوع البيئة، فيعني قمت بكتابة مجموعة قصصية بعنوان عسولة صديقة البيئة تتكون من 6 قصص. نعم. الجميل أن هذه القصة يعني تعرض أو تتعرض لجميع القضايا البيئية من خلال نحلة، شخصيات بسيطة. نعم. تسمى عسولة، ويعني يكون لها تفاعل جميل مع الأطفال ومع العم نظيف داخل هذه الحكاية. يعني لبساطة الطرح. نعم. يعني كان لها يعني احنا قمنا بتوزيعها على مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة، كان لها صدى واسع. نعم. خاصة ايضا في مسابقة تحدي للقراءة العربي، يعني تجد ان معظم الدفاتر عسولة صديقة البيئة عسولة هي يعني جدا بسيطة وتعرض القضايا البيئية بشكل بسيط. وانا كوني معلمة علوم. نعم. يعني استطعت ان اجمع ما بين اللون الادبي والعلمي، فكنت أبسط لهم مثلا موضوع الاحتباس الحراري، موضوع يعني جميع هاي القضايا التي يعني ممكن أن تكون يعني مفاهيمها كبيرة على الطفل. نعم. من خلال عسولة والعم نظيف، فأعجبت بها. طبعا جمعية مكافحة التصحر هي التي قامت بتقديمها للسفارة الأسترالية، وأعجبت بها السفارة الأسترالية وتم اختيارها من مجموعة يعني مشاريع تم تقديمها للسفارة الأسترالية على أن يتم توزيعها بشكل مجاني. نعم. خاصة في المدارس الحكومية والنائية. نعم. في الأردن. يعني هي تبنى طباعتها مثلا؟ هي تم طباعتها من خلال جمعية مكافحة التصحر. نعم. قامت بطباعتها، لكن يعني تم شراء هذه الكمية. نعم. من خلال السفارة الأسترالية وتم توزيعها على جميع أنحاء. جميل. حضرتك أيضا شاركتي في تطوير منهاج رياض رياض الأطفال مع المركز الوطني، من خلال المركز الوطني الأردني لتطوير المناهج. ما طبيعة التطوير الذي أضفتموه إلى المناهج رياض الأطفال؟ طبعا بما أني أنا كاتبة يعني أكتب القصص، يعني هون مركز الأردن لتطوير المناهج يعني وكلني بإني أكتب الحروف. نعم. والأعداد للأطفال بطريقة قصصية. يعني الطفل بدل ما إنه يقرأ يتعلم الحروف بطريقة مجردة أو من خلال أيضا الأعداد. نعم. الرياضيات من خلال يعني بطريقة مجردة، كان الأسلوب الجديد أن نطرح الحروف والأعداد والأرقام من خلال القصة. ومن خلال هذه القصة طبعا يتم زرع قيم، يعني مثلا نتعلم الرقم مثلا 5 6. نعم. لا يكتفي أن نوصل للمفهوم العدد 5 أو 6 أو إلى آخره، نزرع قيم مثلا قيمة الصدق.
نعم. قيمة الوفاء يعني طبعا هذا بتوجيه من المركز. نعم. مثلا بيطلبوا مني انه مثلا رقم 10 بدنا اياه يعني يدور حول محور او حول قيمة الصدق. نعم. رقم 11 حول كذا، وطبعا اكتب انا هذه القصة. يعني كيف آلية الربط يعني بين سلوك الصدق والرقم يعني العدد أو أي سلوك آخر يعني يجب. أذكر قصة فيها أكرر طبعا الرقم 11. نعم. أو العدد 11 خلينا نحكي من خلال القصة أكثر من مرة، يمكن 6 مرات أكرر هذا العدد. نعم. لكني أتكلم عن عن قيمة الصدق. نعم. يعني بهذه الطريقة كتبنا جميع مادة الحساب للأطفال. نعم. ونفس الشيء الحرف، حرف الباء مثلا يدور حول مثلا تسليط الضوء على مثلا الآثار في الأردن. نعم. نستخدم المفاهيم والمصطلحات بالآثار، لكن طبعا نكرر الكلمات التي يرد فيها حرف الباء. نعم. وهكذا يعني هو طبعا يمكن من أصعب التجارب اللي تعرضت. نعم. لها، لأنه إنك تربط بين أعداد وأرقام نعم. وبتوجيه طبعا أنا ككاتبة أكتب بحريتي. نعم. ما يحلو لي، لكن عندما يكون الموضوع مناهج معنى ذلك أن تتلقى الأوامر، أن يتم تصحيح، إعادة كتابة، يعني ليس من السهل الموضوع. نعم. لكن تجربة كانت ثرية وجميلة. جميل. حضرتك أيضا شاركتي في لك مشاركات محلية ومشاركات أيضا خارجية دولية. من المشاركات شاركت مهرجان الشارقة القرائي في دورته 12 بثلاث ندوات بمشاركة الكاتبة الباكستانية زانوبيا أرسلان والكاتبة الأمريكية أمبيكا أناند بروكوب. يعني بدي أن نسلط الضوء على هذه المشاركة ويعني كيفية أنه يعني ما علاقة هذه الكاتبة مثلا الباكستانية والكاتبة الأمريكية بالموضوع الذي طرح بالندوات التي يعني أنت شاركتي فيها في هذا المهرجان. طبعا هو القاسم المشترك أننا كاتبات. نعم. الكاتبة الأمريكية وكاتبة الباكستانية يكتبون في مجال الطفل. نعم. فكان من الجميل أنه يعني أن يعني أعطونا أوراق بحثية مثلا بأني أقدم ندوة بعنوان الكتاب الملهم. نعم. على أن يتم تقاسم الـ الـ الوقت ما بين ما بيني أنا ككاتبة من الأردن والكاتبة الباكستانية زنوبيا أرسلان. فطرحنا موضوع الكتاب الملهم من وجهة نظري أنا. نعم. في داء يعني وهي من وجهة نظرها، فكان جميل يعني أنه تلاقحت الأفكار وطبعا يعني أنا تعلمت مما طرحته. يعني كانت ندوة حوارية، ندوة لجمهور. نعم. جمهور من الكتاب يتم طبعا دعوتهم بمهرجان الشارقة. نعم. والهوى والصحفيين وهكذا، ونقوم بطبعا طرح الورقة البحثية وبنفس الوقت هي طرحت، فكان يعني الاستماع من وجهتين نظر ومن دراستين خلينا نقول، لأنها هي عبارة عن دراسة. نعم. يعني قدمتها يعني أعددتها لعدة أشهر وأنا أعد في هذه الدراسة اللي هي ما هي خصائص الكتاب الملهم. نعم. للطفل، ونحن طبعا في هذا الوقت يعني بحاجة كثيرا لأن تكون الكتب ملهمة، لأنه هناك منافسة كبيرة ما بين عالم السوشيال ميديا وعالم الكتاب. نعم. فإذا لم يكن الكتاب ملهم يعني سيعزف أطفالنا. كيف ممكن نحقق الكتاب الملهم للطفل؟ هو أهم خصائص الكتاب الملهم هو الكتاب الذي يستفز عقل الطفل، يعني من العنوان. نعم. يعني عندما يقرأ الطفل العنوان يعني يقبل على هذا الكتاب. نعم. أيضا طبعا هناك مجموعة خصائص عديدة. أيضا هو الكتاب الذي يعني يجعل الطفل من متلقي الطريقة التلقينية النمطية العادية. نعم. إلى قارئ متفاعل. نعم. يعني يغضب، يصرخ بعض الأحيان أثناء قراءته لهذا الكتاب، يتفاعل يعني مرات عديدة، يطرح الأسئلة. يعني الكتاب الذي يعني يستفز الطفل قبل أن تكمل له قراءة الكتاب يكون عنده مجموعة من الأسئلة يريد أن يطرحها. نعم. هذا هو الكتاب يعني الذي يخرج من الطريقة النمطية
الذي يقلب الأدوار. جميل. مثلا يعني ليس دائما الثعلب هو المكار. نعم. والجدة هي التي تجلس على الكرسي. نعم. وتضع الشال وتقرأ القصة لأحفادها. أصبحنا يعني في عصر يجب أن نلفت نظر الطفل، فعملية قلب الأدوار. نعم. عملية التشويق من بطرح طرفة مثلا من خلال الكتاب، بطرح مثلا نقول أحجية، يعني حتى نستطيع أن يعني نأخذ بيد هذا الطفل لآخر الكتاب. نعم. يعني أيضا نتعمد أن يكون هناك دهشة في القفلة، يعني تنمية حالة البحث عند الطفل. بالضبط. الخيال. نعم. الخيال، شحن الخيال. جميل. حضرتك يعني حصلت على جوائز كثيرة في مجال أدب الطفل، يعني من هذه الجوائز حصلت على المركز الأول لجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال عام 2022 دورتها. يعني علمت أن عدد المشاركين في هذه الجائزة فاق 700 مشارك. 721 مشارك كان. نعم. ومن دول عربية وأجنبية أيضا. دول عربية وغير عربية. يعني كيف وقع الاختيار عليك وسط هذا العدد الكبير من المشاركات؟ هي دعوة تقوم بها مثلا تقدمها عبر السوشيال ميديا. نعم. مؤسسة عبد الحميد شومان، فتضعها على صفحتها، يعني ليست لم ترسل لي شخصيا، دعوة أنا أتابع مثلا صفحة مؤسسة عبد الحميد شومان، فدعوة للكتاب بكتابة. نعم. موضوع كان الكتابة استلهام الحكاية الشعبية من التراث العربي، يعني أنه نستلهم حكاية شعبية وأن نعيد هذه الحكاية الشعبية بقالب حداثي، بحيث أنه نقدم الحكاية الشعبية لأطفالنا ولهذا الجيل بقالب حداثي. كان الموضوع يعني شائك. نعم. وليس سهل على الكاتب أولا أن يطلع على الحكاية الشعبية. نعم. وطبعا حكاية شعبية من جميع البلدان، من الجزائر والمغرب، وهناك حكاية شعبية يعني بصراحة يعني ليس كل تراثنا، يعني معظم تراثنا يعني في قيم وأخلاق وإلى آخره وأمجاد وقدوات، لكن هناك الكثير أيضا يعني من هذه الحكاية، يعني حتى أنها تحوي كلمات غير لائقة بالطفل. نعم. فعلى الكاتب أن يختار هذه الحكاية الشعبية، أن ينتقي هذه الحكاية الشعبية وسط هذا الزخم من الحكايات. ثانيا عليه أن يعني يقدمها بالطريقة الإبداعية وبالقالب الحداثي التي تستهوي الأطفال. طيب ما هو القالب الحداثي؟ قلت يجب أن يعني نستلهم مفردات الحداثة. ما هي مفردات الحداثة التي تستلهمونها الآن في كتاب الطفل؟ يمكن هناك مثل يعني ما تعرضت لموضوع الكتاب الملهم. نعم. نفس الشيء، إنه أطرح مثلا القصة بطريقة إنه يعني بأسلوب مشوق. نعم. إني أقوم بمثلا إيجاد قالب جديد للحكاية الشعبية، مثلا الحكاية الشعبية اللي طرحتها بصباح علاء الدين. نعم. يعني تخيل أنا قرأت جميع هاي الحكاية الشعبية وعدت إلى مصباح علاء الدين. نعم. وكنت متوقعة، يعني أنا كنت أبحث عن حكاية شعبية غريبة، لكن يعني عاد بي الموضوع إلى أن أخذ قصة المصباح السحري، مع أني كنت متأكدة أن العديد من الكتاب. نعم. طرحوا موضوع المصباح السحري، فكان التحدي أن معذرة سنكون بعد الفاصل، معذرة تحدث عن المصباح السحري. معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة المختصة بأدب الطفل والناشطة الاجتماعية الأردنية فداء الزمر، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا. أهلا بك ست فداء. كنا نتحدث عن المصباح السحري قبل الفاصل. كان إني أختار عنوان المصباح السحري مع إني كنت متأكدة أن الكثير من الكتاب تطرقوا لهذا الموضوع، وتعلم أن الجوائز تحاول أن مثلا تبحث عن الأشياء الغريبة والعجيبة، فعدت بأدراجي إلى المصباح السحري، لكن كان هذا وضع على عاتقي تحدي أكبر. نعم. أن أجعل من حكاية المصباح السحري التي يعرفها الجميع
يعني من خلال سندباد ومن خلال هذه الحكاية. نعم. الجميع يعرف خاصة جيلنا موضوع المصباح السحري، فأن أضعها في قالب يعني جعل من الحكام يعني من لجنة التحكيم تقول أن هذه القصة المركز الأول. نعم. دون منافسة، دون أن يعني اتفق، يعني المركز الأول حسم، حسم اللي في دائز اتفق. طبعا أسرت لي لجنة التحكيم هذا. نعم. الكلام أن أنك حصلت على المركز الأول، لكن لجنة التحكيم عملت على من هو الثاني والثالث، فكان قالب يعني يمكن هي لأنها القصة لي لا يعني ليس يعني من الجميل أن أشيد بقصة لي. نعم. لكن يعني طرحتها بطريقة ذكية، ويعني قلبت الأدوار بين الجد والطفل. نعم. بحيث أنه ليس فقط الجد هو الجدة هي التي حكت الحكاية للطفل، يعني الأحداث تجعل الطفل ايضا هو الذي يقص الحكايه لجدته، هو الراوي، يصبح الطفل راوي. كان في قلب احداث، كان في اسلوب الخيال واسع. نعم. يعني تخيل ان الجده تقرا، يعني لا تستطيع ان تقرا الحكايه الا اذا لبست جوربها المثقوب. نعم. من ناحيه الابهام مثلا. في بهذه الطريقه استدرجت الطفل. ايضا الطفل عندما تبدا تسرد الجده الحكايه يمتلئ جوربها بالعفاريت. أيضا الحواف من النوافذ من الأبواب تدخل العفاريت، يرى ما لا تراه الجدة، فعندما يخبرها أنه أن العفاريت أو أن المكان يضج بالعفاريت تضحك وتقول له ستكون يوما من الأيام قاص، يعني خيالك خصب إلى آخره. نعم. ومن ثم تبدأ الرحلة داخل هذا الجورب. نعم. العفاريت تصيد هذا الفتى وتدخله إلى الجورب عبر متاهات، وبصراحة يعني هي الآن تم إنتاجها مع جبل عمان ناشرون. نعم. ورسمتها الرسامة براء العور، رسامة من غزة. طبعا بوجه لها التحية لأنها أبدعت في رسم هذه القصة، من خلال شاشتكم بوجه لها التحية، وإن شاء الله ربنا بيطمنها على أهلها لأنهم في غزة. آمين آمين آمين, آمين يا رب. آمين. ويطمنها على جميع أهلنا في غزة يا رب. هناك قصة أو قصتان لك، هكذا تحركت سنة وقصة هدية الأصدقاء، يعني هذه تم تضمينها ضمن منهاج اللغة العربية للصف الثالث والسابع في مدارس الأردن. كيف منهاج وزارة التربية والتعليم الأردنية، وزارة التربية والتعليم الأردنية، كيف وقع الاختيار على هاتين القصتين؟ ما المعايير التي اعتمدت في ذلك؟ طبعا أهم شيء يعني تواصل معي دكتور من وزارة التربية والتعليم، هو اطلع على كتاباتي في وزارة الثقافة. هاتان القصتان تم إصدارهم من خلال وزارة الثقافة الأردنية. نعم. فهو مطلع على يعني على كتاباتي، فطلب مني إني أكتب قصة، مش يعني ليس يعني ما طلب إني أكتب، طلب إني أنطقي من حكاياتي الموجودة. نعم. قصة تتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. وقصة تتحدث عن موضوع الصداقة حتى يعني يضمنوها فكانت حكايتي أو قصتي هكذا تحركت سنة، التي. نعم. تتعرض لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في موضوع الحركة وكيف يتم دمجهم بالمجتمعات بالمجتمع. نعم. وقصة هدية الأصدقاء التي أيضا تحت التنفيذ في وزارة الثقافة. نعم. الآن تتحدث عن الصداقة، وتم عرض هذه القصص على لجنة في وزارة. نعم. التربية والتعليم، وتم المصادقة على أنهم يعني تضمينهم. جميل. مناهج. يعني كتبت الكثير من القصص لفلسطين، وهذا جميل، يعني أنت تتبنين القضية، نحن هذه القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية. يعني من القصص التي كتبتها لفلسطين هي قصة حكاية مقدسية وقصة أنين الأقصى. أنين الأقصى يعني حازت على جائزة فلسطين للآداب عن فئة الأطفال. يعني أنا قبل أن نتحدث ونغوص في تفاصيل القصة، وهي قصة جميلة طبعا، المفردة أو العنوان، أنا وقفت عند العنوان كلمة أنين. أنا حتى الكبار أحيانا
هذه المفردة أحيانا لا تستخدم مثلا إلا بالأعمال الأدبية، كيف استطعت أن توصليها إلى الطفل بحيث يفهم ما معنى الأنين؟ وطبعا الأطفال هناك مفردات كثيرة لا يتعاملون بها ولا يتداولونها، هي مفردة عربية صح. لكن كيف استطعت أن توصلي أو تنزلي إلى مستوى فهم الطفل بحيث يفهم كلمة أنين؟ هو بداية أنا الذي وضعني في عالم الكتابة هي نعم. هي قصة أنين الأقصى، كانت أول قصصي. عندما قرأت مقال في إحدى الصحف الأردنية، الجيل الجديد يجهل الأقصى. نعم. بصراحة استفزني المقال، وهذا العنوان استفزني، لأنه نحن يعني رضعنا حب الأقصى. نعم. وتربينا على حب الأقصى، فكيف يأتي جيل يجهل الأقصى؟ فيعني حاولت أني أفكر أنا كفداء، يعني كيف ممكن أقدم شيء لهذا الجيل؟ فأمسكت قلمي وكتبت قصة أنين الأقصى. طبعا لم أفكر أنه الجيل يفقه أنين أو لا يفقه أنين إلى آخره، بالنسبة لي كلمة أنين معروفة. نعم. اللي هي طبعا صوت المريض المتوجع المتألم. نعم. يمكن قراءتي لعنوان المقال أوجعني. نعم. أو آلمني، يمكن من هون يعني جاء فكرة القصة. فكانت القصة اللي هي التي استطعت بتبسيط القضية الفلسطينية بحيث أي طفل لا يعرف أي شيء عن القضية الفلسطينية من خلال قصة أنين الأقصى. نعم. من خلال قصة من عصفور وطفلة شقراء، يعني تسمع بهذا الأنين. نعم. أو بهذا الألم الذي يصدر عن المسجد الأقصى أثناء ذهابها وإيابها من المدرسة إلى البيت، فتجلس بجواره ويحكي لها قصته وما يتعرض له من مخاطر إلى آخره، ويحكي لها مكانته الدينية والتاريخية، وأنه يتعجب ويستغرب من أن الأمة العربية والإسلامية لا تتلفت لهذه المخاطر. نعم. فتجلس الطفلة بجانبه وتسند جداره الذي أوشك أن يسقط بجسدها النحيل. نعم. وهكذا بهذه الطريقة يعني يفهم جميل. الطفل كلفت الطير أو هذا العصفور أن يوصل رسالة الأنين. إلى الأمة العربية، إلى الأمة العربية والإسلامية، ويدعوهم إلى نجدة. وتأخر كثيرا وهي تنتظر، وتأخر يعني زادت شحوبا من كثر الأوجاع والمصائب والنكبات التي مرت على الأمة. القارئ يعني راح يقول انه خلص لا امل ولن تاتي الاجيال، لكن في نهايه القصه جاءت حشود من الاطفال، بالضبط. نجدة الاقصى. نعم. انت زرعت التفاؤل في هذا اكيد، لانه هذا يعني النصر ربنا وعدنا يعني. وتموت الطفله في نهايه القصه لم اذكر انها تموت. نعم. لم اذكر انها تموت، لكنها يعني تركت الموضوع مفتوح حتى يعني، لأنه هناك بعض الأطفال لا يعني يتحملون أن نعم يعني أثناء سردي للقصة بيسألوني هل ماتت؟ نعم. في مرات عديدة أحاول أن يعني أتهرب من الإجابة أو أقول لهم لا هي لم تموت، لكن الآن أدت رسالتها. نعم. رسالتها. هناك أيضا القصة حكاية مقدسية. الجميل فيها أنك استخدمت الصور. جميع قصصي تستند على الصور. نعم. يعني لا أكتب قصة بدون صور. هناك تفاصيل حقيقة في ضمن هذه القصة، هي معلومات عن المسجد الأقصى، عدد الأبواب، مساحة البناء. يعني الجميل بهذه الفكرة أن الصور كانت تتحدث، وبالنهاية تتحدث عن كيف أنه يسمى الحائط البراق، يسمى حائط المبكى، وكيف أنه يحاولون أن يهدموا هذا. يعني قصصك مؤثرة جدا الأطفال، وأهم فئة أنه يبنى فيها الوعي للأجيال القادمة حتى تكون هي أجيال مقاومة هو الطفل. ألم تتعرضي من يعني ذيول أو مؤسسات الصهيونية إلى أنك أنت تحاولي أن تخلقي من الأطفال أعداء لنا؟ بس أعرج شوي على موضوع حكاية مقدسية. نعم. حكاية مقدسية، وجدت أنه إلى الآن. نعم. للأسف أستاذ محمد نجهل، يعني بعض الأفراد يجهلون ما هو الأقصى. نعم. أثناء حتى داخل فلسطين، تخيل
يقول لك هو المصلى ذو القبة الرصاصية، وآخر يقول لك هو المصلى ذو القبة الذهبية. نعم. عندما قررت أن أكتب حكاية مقدسية، يعني كنت أحاول أن أبحث عن المعلومة لنفسي أنا فداء قبل أن أوصلها لأي أحد آخر. نعم. فبحثت في هذا الموضوع ورجعت إلى مراجع واستندت إلى أوراق بحثية في هذا الموضوع، فحتى أجعل منها دورة للطفل، حتى ليس للطفل بالنسبة لنا، حتى نحن الكبار. نعم. أنا قبل أن أكتب حكاية مقدسية كنت أجهل الكثير عن معالم الأقصى. نعم، هذه المعلومات التفصيلية عن بالضبط المساحة، مساحة البناء، بالضبط عن الأبواب، المساحة، عن المعالم، وما كثير أجهلها من الكبار. نعم. تخيل أن الأقصى يحوي 200 معلم. نعم. الأقصى هو كل ما دار عليه السور، وليس هو المصلى ذو القبة الذهبية التي من حال ولا يعني أو يحاول أن العدو أن يروج. نعم. حتى يعني يحصرها في بناء صغير. نعم. وهي قبة الصخرة ويستولي على باقي. نعم. المساحة الأقصى يقع على 144 دونم. نعم. وهذا شيء كبير. الحمد لله رب العالمين، إلى الآن لم أتعرض. جميل. كتبت أعمال مسرحية كثيرة للطفل، ومنها أحبكم فلا تفقدوني، براءة نحلة، كوكبنا الجميل، سلسلة الغذاء، أرضنا، بيئتنا. الكتابة يعني سؤال هنا، الكتابة المسرحية للطفل بماذا تختلف عن الكتابة القصصية؟ المسرحية هي بالأصل قصة. نعم. يعني ما يميز القصة من عناصر. نعم. هذه العناصر موجود من شخوص وأحداث وحبكة وذروة إلى آخره، هذه موجودة داخل المسرحية. نعم. لكن القالب المسرحي، خلينا نحكي، يختلف عن القالب القصصي بأنه يعتمد على الحوار. معظم بينما القصة ممكن تقرأ قصة لا يوجد فيها حوار. نعم. أو يوجد فيها حوار بشكل قليل أو بسيط، لكن المسرحية بأكملها تعتمد على الحوار. أيضا ما يزيد أو ما يميز القالب المسرحي عن القالب القصصي، هناك مؤثرات صوتية، هناك مؤثرات فنية، أنها تقدم على الشبكة على خشبة أمام يعني وجها لوجه أمام هذا الطفل، فتحتاج إلى يعني حيثيات وتفاصيل مختلفة. يعني أنا إحدى مسرحياتي حولت لي يعني تم هي فازت بجائزة وزارة الثقافة. نعم. بمناسبة المئوية، وتم طبعا تمثيلها على خشبة المسرح. هذا أيضا تطلب إخراج إضافي. نعم. يعني غير الكتابة النص كنص، يحتاج إلى إخراج إضافي على خشبة المسرح. تجد أن ما يكتب على الورق. نعم. ليس جميعه ممكن أن يكون يعني هناك إضافات. هناك إضافات. نعم. بالإخراج إلى آخره، لكن هي بالأصل المسرحية عبارة عن جميل. قصة. كتاب من حقي. هذا الكتاب يسلط الضوء على قضايا فلسطين. هذا يعني تناولت كتب الجديدة. نعم جميل. تناولت فيه أحداث مهمة ومنعطفات مفصلية في تاريخ صراع أمتنا ضد الاحتلال الصهيوني، ومنها النكبة والنكسة وحق العودة. هذه الأحداث ربما كبيرة على مستوى الفهم أو وعي الأطفال، فكيف تداركت هذا الأمر؟ يعني طفل نقول له نكبة، نقول له نكسة، حق العودة، ربما يعني صعب أن يرتقي إلى مستوى فهم هذه المنعطفات والأحداث. يعني بداية أول كتاب من حقي، أنا يعني أتطوع مع جمعيات وطنية مثل جمعية معارف مقدسية. نعم. للتراث والثقافة مجد، في إيصال المعلومة للطفل، خاصة أطفال الشتات الفلسطيني. نعم. خاصة بالمخيمات، فمن خلال وجودي في المخيم وتنقلي بين هذه المخيمات من خلال طبعا أنشطة لجنة الطفل، وجدت أن الطفل حتى الطفل في المخيم يجهل يعني لم أتوقع أن يعني أجلس مع طفل يعني يجهل كل هذه المعلومات عن فلسطين. فقررت أن ويجهل لماذا هو في مخيم أيضا. تخيل عندما تسأله مثلا أنت من أي بلد. نعم. يسمي لك اسم المخيم. أنا من مخيم الوحدات، أنا. نعم. من مخيم البقعة. عندما أقول له ماما أنت من أي بلد، من أي بلد بمعنى من أي مدينة، من أي فلسطين، من يعني. فلسطين، فتجده يجهل هذا المعنى. نعم. طبعا أيضا هذا آلمني، هذه مسؤولية الأهل أيضا. أيضا مسؤولية الأهل للأسف، يمكن الفقر أستاذ. نعم. محمد
الأهل يعني في تأمين لقمة العيش لأطفالهم و... نعم. وإلى آخره. ممكن هذا ال... أو ممكن جميل. إذن هذا الكتاب وثيقة تأليفية للتذكير بالضبط الطفل. عبارة عن موسوعة للأطفال. نعم. جميل. تخيل يعني الطفل يجهل مدينته يجهل قريته. نعم. فما بالك بمصطلح حق أو النكبة وحق العودة. نعم. والنكسة إلى آخره طرحتها من خلال القصص. قصص تبسط هذه المفاهيم للأطفال وعززت هذا الفهم. نعم. من خلال أنشطة تفاعلية تتبع هذه القصة، ومن خلال أيضا تلوين ورسومات وإلى آخره. فأنا عرضت القضية الفلسطينية بأكملها. نعم. من خلال هذه القصص، ومن خلال حتى من خلال حقوق الطفل. يعني الطفل في المخيم لا يعرف حقوقه أستاذ محمد. فأنا يعني قضية الطفل الفلسطيني هي ليست فقط في فلسطين، ومشكلة الطفل الفلسطيني في فلسطين، أطفال الشتات الفلسطيني يتعرضون للتجهيل. نعم. ويتعرضون للتذويب في المجتمعات في المخيمات كل ذلك. طبعا في مخيمات عديدة، ليس فقط يعني يوجد عندنا مخيمات في الأردن، في مخيمات. نعم. في لبنان. نعم. وضع المخيمات اللبنانية مأساوي. نعم. يعني أنا زرت المخيمات في لبنان، حتى أن الأطفال يعني يعني لا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، يخرجون للعمل من شدة الفقر ومن. نعم. شدة هذه المعاناة كلها. يعني حببت أن من خلال أني أعرض القضية الفلسطينية بطريقة مغايرة، مش موجود إنه يعني طريقة عادية. فعرضت حق، علمت الطفل حقه. نعم. إن كان موجود بفلسطين أو خارج فلسطين حقه، وسلطت الضوء على حقوق الأطفال اللي داخل فلسطين. مثلا عندما أتكلم عن الأسرة، حقي. نعم. في أن يكون لي أسرة، أطلب من الطفل أن يبحث عن قصة الطفل الفلسطيني الأسير أحمد مناصرة مثلا. نعم. عندما أذكر البيت، من حقي أني أعيش في بيت آمن ونظيف وتدخل الشمس ويدخل الهواء. أتطرق إلى قصة الأم كامل، أم كامل الكرد التي أخرجت من بيتها فنصبت خيمة إلى آخره. فأنا واعي بالقضية الفلسطينية وبكل هذه التفاصيل من خلال القصة والأنشطة التفاعلية. يعني لا أدري، الوقت ضيق حقا، المسيرة ثرية ونشاطاتك واسعة تحتاج إلى وقت أوسع، لكن أجهد نفسي أنه يعني أسلط الضوء من خلال هذه الحلقة على المساحة الأكبر من المسيرة، مسيرتك الأدبية فيما يخص الطفل والنشاطات والفعاليات الاجتماعية التي تقومين بها. شكرا لك الكاتبة المختصة بأدب الطفل والناشطة الاجتماعية الأردنية فداء الزمر على هذا الحوار الممتع، ونتمنى طبعا لك مزيد من النجاح والجوائز والتميز. شكرا لكم على هذا اللقاء، ومرة تانية أشكر قناة الرافدين ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.